السلام عليكم. اليوم شي واحد ندير في سي ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد لاباتفيتي اللي غادي تكون بالكريم باتيسري اللي غادي تكون شحال بحال شكل ديال المينفاي ولكن مبسطه ان شاء الله. غادي نحتاجو في المقادير، هنا عندنا جوج صفار بيضه وعندنا هنا 80 غرام ديال السكر سنيده ما يعادل 3 المعالق كبار، هنا عندنا جوج معالق كبار ديال مايزينا ما يعادل 45 غرام، هنا عندنا 300 مليلتر غادي نعبر لكم بالكاز العنبه، كنضرنا لنا جوج كيسان هنايا ديال العنبه الحليب اللي غادي يكون بارد عادي. هنا عندي واحد الخنيشه ديال الفاني، هنا عندي العجين المورق الجاهز يعني راه كيتباع. هنا غادي نحتاجو ان شاء الله، انتظروا مني غادي نقدم لكم لاباتفيتي اللي غادي تعتمدوا عليها ديال الدار. دابا غير الضروراتي احكام خصني دابا بغيت نديرها. هنا غادي نضيف جوج ديال الصفار بيضه وغادي نضيف عليه السكر سنيده وغادي نضيف عليه فاني، اللي ما كيبغيش فاني يتفادى. غادي نحك واحد الشي شويه ديال الليمون، هنا غادي نحك واحد الشويه هيش طرشيشه، اللي كيعشق الليمون يقدر يدير ليمونه، يقدر يدير حتى جوج ليمونات. انا غادي ندير غير واحد النسيمه، كتلاحظوا ان الحلويات ديالي كلهم ما فيهمش الليمون لان انا ما عنديش مع الليمون، وانا خصني الا درت شي حويجه خصني انا ناكلها. هنا اللي درت كي قلت لكم غادي نقرب لكم شويه الكاميرا، هنا غادي ناخذ الفوي ديالي وغادي نخلط هادشي، غنضيف معاه واحد شويه الحليب كذلك، غادي نضيف مايزينا وغادي نزيد شويه الحليب وغادي نخلط هادشي كامل. غادي نزيد هاد الحليب كامل ونديرو على النار وغادي نبقى مع التحريك حتى تعقد لينا هاد الكريم باتيسري. دابا غادي نمشي على النار وغادي نبقى مع التحريك هكذا حتى غادي يتعقد لينا. هنا هي هادي شي شويه بدات تجمع راسها ولكن حنا مع التحريك هانتوما شفتو ما نطلقوش منها، لان الا طلقنا منها غادي تحرق لينا. صافي هانتوما شفتو، ها هي الكريمه ديالنا وجدات. هنا غادي ناخذ العجين ديالي غادي نحلو، كاين حتى المربع هنا داك لاباتفيتي ديال بلا دردير حتى هي تجيكم. نخرجوا شي شويه عاوتاني من الملوحه وندخلوا عاوتاني شي شويه، ناخذوا شي شويه ديال السكريات، هذه كتجي فوقيت هذا الافطار مع شي عصير كتجي رائعه، اولا من بعد مع شي قهوه. صافي غادي نجيب باش نخوي العجين الخليط، وهي سخونه غادي ديروها. علاش؟ لانها الى قصحت لكم معنا ما نديرو بها داك الساعه تقصها، لان ديريكت غادي ندخلوها الفران اللي غادي يكون مسخن على درجه الحراره 200. ما نتقبوش العجين، نخليوها هكذا باش يتنفخ لينا.
صافي. هنا غادي ناخذ الطبقه الثانيه غادي نحليها. وغادي نضيفها فوق منها. هذا الشكل هكا ونضغطوا عليها من الجناب مزيان. باش ما تحليناش وتخرج لنا الحشوه. ولكن ضروري تخليو الجنب ما توصلولوش للخليط حتى للجنب حتى للتالي. واللي بغى يدير لها شي تنيه هكذا يديرها لها يقدر. كتقدروا ديروا لها هكا بحال هذا الشكل. صافي. هنا غادي ناخذ شويه ديال الزبده. الا كانت عندكم على درجه الحراره المطبخ ديروها، كانت عندكم قاصحه ديروا لها في ميكروهوند اولا طلقوها شي شويه في الكاسرونه. هنا غادي ناخذ الزبده ندهنوا. دائما من بكري راني كندير لكم ان لاباط فيوتي الا كانت حلوه ما تدهنوهاش بالبيض لان كيكحل، لان الزبده هي اللي كتولي تحمر لينا داك السطح ديال. صافي. هنا دابا اللي ندهناه بالزبده غادي نقط واحد السكين. كيف ما بغيتو نتوما، بغيتوها تكون هكذا ولا هكذا، المهم على حسب انا دابا شنو غادي ندير فيها. غادي ندير لها هكذا. صافي. هنايا غادي ناخذ واحد السكر سنيده ضروري كيجي رائع فوق لاباط فيوتي بعد ما كتدير ليها الزبده. راني غادي نحط لكم الحاجات اللي حلوين كلهم فوق تحت الرابط اسفل الفيديو ديال التفاح اللي شحال من مره خدمت لكم هذا العجين المورق بالتفاح. صافي. يكون حطه وحده كتحطوه ماشي يعني يكون معرم في بلاصه وحده. صافي. دابا غادي ندخلها الفران وطيب وتتقب اللون ديالها الذهبي ونطلقوا معها مع الشكل النهائي ديالها. صافي. هنايا من بعد ما خرجتها من الفران ها هي دي مازال سخونه. دابا غادي نخليها حتى تبرد ليا شي شويه باش غادي نرش عليها واحد شويه ديال السكر كلاصي من الفوق باش تعطي واحد المناظر جميل. وغادي نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي ديالها. صافي. هنا من بعد ما بردت لي كناخذ السكر كلاصي فنرشي قليل ماشي بزاف. صافي. لهذا الشكل هكا نتوما كتلاحظوا كيفاش كتجي. كنقطعهم شوفوا من الداخل كيفاش كتجي. صافي. كتجينا على هذا الشكل هكا. قرمشه. تنضرب لكم موعد مع وصفه جديده والى اللقاء. وما تنساوش لي جيم. وشكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.